من اسطنبول ينضم إلي السيد حسن الشاغل، الباحث في مركز الأناضول لدراسات الشرق الأدنى. سيد حسن، أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. ما السياقات السياسية والشعبية الحاكمة لجولة الإعادة المنتظرة والتي تترقبها كل الأوساط، ليس فقط داخل تركيا ولكن حتى الأوساط الدولية والإقليمية، وهي جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التركية؟ تحية لكم وكافة السادة المشاهدين. طبعا جولة الإعادة ستكون على درجة كبيرة من الأهمية لكافة الأطراف، لأنها ستحدد بشكل أو بآخر الوضع الداخلي والسياسة الخارجية لتركيا. لكن هناك عدة أمور رئيسية أو عوامل رئيسية ستفصح عن النتائج أو عن سيناريوهات النتائج المقبلة. على سبيل المثال، فوز حزب العدالة والتنمية تحالف حزب العدالة والتنمية مع الحزب القومي على الأغلبية في البرلمان، مما أعطاهم دفعة أكبر للحصول على نسبة أكبر في الانتخابات القادمة. أيضا هناك نقطة في غاية الأهمية، وهي القوميين المحافظين في تركيا التي ارتفعت نسبة فوزهم بعدد كبير من النقاط. على سبيل المثال، الحزب القومي المتحالف مع حزب العدالة والتنمية حصل على 11% من مجموع الأصوات في تركيا، وهي نسبة غير متوقعة على الإطلاق، فهو كانت أكبر نسبة حصل عليها هذا الحزب في انتخابات 2018 أو 2019، عبارة عن 7% فقط، فهو الآن حصل على زيادة 4%. ايضا الاحزاب القوميه في الطرف الاخر ان كانت مع المعارضه ايضا حصلت على نسبه متقدمه. ايضا سينان اوغان المرشح الرئاسي الذي خرج من الانتخابات حصل على 5.2، يعني نحن امام اكثر من 23% من الاصوات القوميه، حيث كانت القوميين لا يشكلون الا فقط 15%، اي نحن امام خطاب قومي في تركيا له دور كبير في البرلمان وفي الرئاسة. هل هذا يعني أنه ربما الأصوات الخاصة أو التي ذهبت إلى سينان أوغان في تركيا ربما تذهب إلى الرئيس رجب طيب أردوغان؟ لأنه حتى الآن كثير من التقارير تتحدث من أن ربما تكون أصوات أوغان هي الفيصل والحاسم في من سيفوز برئاسة تركيا. يعني بطبيعة الحال كأرقام، أنت متكلم بلغة الأرقام، الرئيس رجب طيب أردوغان حصل على أعداد أصوات أكثر من سينان أوغان وتمجدان أوغلا. بمعنى لو تم جمع الأصوات التي صوتت للمرشحين الآخرين نخرج بنتيجة أن الرئيس أردوغان حصل على نسبة أعلى. لكن سينان أوغان هناك عدة نظريات للتصويت له. الأولى كما قلت أن ارتفاع الخطاب القومي في تركيا، لكن هناك أيضا نظرة في تركيا تقول أن العديد من الأصوات التي صوتت له هي أصوات مترددة. هذه الأصوات ليست من قاعدته الأساسية، يعني هذه الأصوات لا يمكن أن نوجهها هو. يعني على سبيل المثال الآن، إذا تحالف سينان أوغان مع كيلوشار أولو أو مع رئيس أردوغان لن يستطيع التحكم بتلك الأصوات من أجل أن تذهب إلى هذا الرئيس أو لهذا المرشح. نعم. والبعض يعني قال حتى أنه ربما كانت أصواتا وكأنها حتى أصواتا عقابية، هي كانت لا تريد التصويت لإردوغان ولا تريد التصويت لكليتشدار أوغلو. على كل حال، شكرا جزيلا لك من اسطنبول السيد حسن الشاغل، الباحث في مركز الأناضول لدراسات الشرق الأدنى.